هسه نجي نشرح لكم الغراض. عندنا هنا قرص مال اكس بوكس، طبعا هذا قرص اصلي، وهنا عندنا قرص مال بلاي ستيشن 2، ايضا هذني اصليات، هذني جايبيهم من موقع امازون من امريكا للعراق، وهذني طبعا اغلب عملنا هو حسب طلب الزبائن، فهذني الغراض مو للبيع. بلاي ستيشن 4 طبعا هذا نسخة مخصصة او نسخة فتشي مميز مال الاصدار ال20، وسعره يمكن بال1000 دولار او هيجي شي. اقراص اصلية اصلا، ايضا مال الالعاب اصليات مال بلاي ستيشن 2 والاكس بوكس، هنا جود اوف وور. طبعا اي شي تحب تطلب كل اللي عليك راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، راح نكمل وياك باقي التفاصيل. دفتر او كتاب مال شغلات حلوة مال انجليزي مثل ما تشوفون، ايضا هذا نفس الشي. يحكي عن السعادة، وعن هنا اكو عن الاخوة الخوات، وعن الام وبيتها وهيجي شي، بعبارات ورسومات كلش حلوة. اي شخص يحب يطلب مثل هاي الغراض او غراض مثلها او تختلف او اي شي، كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. جويستيك مال الموبايل مثل ما جاي يشوفون، وهنا لايت مال السيارة قطع غيار، هنا شغلات مال الحاسبة مال ديسكتوب مال بي سي مال كرتشاش اتوقع هيجي شي. خلينا نشوف. طبعا تابعوا صفحتنا، بيها هواي فيديوهات هواي غراض جايبيها. ان هنا خل تفاح اصلي، هنا اورجانيك اللي هو يكون عضوي، وفشي كلش ممتاز، يمكن هاي احسن نوعية موجودة. هاي كاميرا اتوقع رادار او هيجي شي. قرص اصلي ايضا مع اللعبة مال برنس اوف بيرشا. كاميرا هنا اتوقع مع السيارة، هاي جايبيها كقطع غيار مع السيارة. جهاز يعني الظاهر انه حوض مال اسماك، بس ما اعرف الحقيقة شنو شغله. طبعا اغلب الاجهزة ما اعرف شنو شغلهن، لان احنا شغلنا كشركة شحن فقط، نشتري الغراض ونجيبهن للعراق حسب طلب الزبائن. وانتهى الفيديو، انتظرونا بفيديوهات جاية وشحنات جاية. شكرا لكم.